من نهار الجمعه انطلقت تطبيق اجراءات استثنائيه فيما يخص المقاهي. اليوم يذول مسكرين جمله المقاهي سيبون، وانا مازالوا الاربع زاد يخدموا. لا لا الاربع يخدموا، الاربع يخدموا المقاهي والمطاعم، ولكن ثم اجراءات تم اتخاذها في اطار وانه معناها ما تكون ثم بلديات خذوا مثلا اجراء انه ما يكون ثم كراسي وما يكونش ثم معناها ولا تجمعات. اما جوستومون معناتها رينا من نهار الاول، من نهار الجمعه بتو حتى من نهار السبت، رينا تم حجز عدد من الشيش معناتها وكل عباد ما زاد ما يهمهاش برشا. لا ما مش هذه صحيحه راهو امين. رينا شيش، رينا زاد امبارح فيديو سامحني، رينا امبارح في صفاقس فيديو تحشم معناتها حانوت فاسفود محلول من بعد الاربعه، مي هزوا له الكراسي، الراجل كاريمون يفك الكراسي ويرجعوا المحل نتاعو، فيديو قاعده تدور. شكون ما نعرفش سامحني، خلينا نقعدوا في الولايه نتاع تونس خاطر معنا ولي تونس. كان معنا دونك ولي تونس نسالوا على تونس. نسكروا القهاوي من بيدرا من الويلي، القهاوي اللي ريستورون، اسكو انت في بركه الله في تونس 3 ملايين معناتها من صلاحيتك انت باش تسكر؟ شوف نحن تعرفوا توا قاعدين نعملوا في الاجراءات تباعا على حسب الاجراءات اللي يقول لهم السيد رئيس الحكومه نحن نطبقوهم، لكن هذوكم نعتبروهم نحن المبادئ العامه على مستوى الجروند ليني، على مستوى انت كمسؤول في الجهه ولا كساده رؤساء البلديات تاخذوا الاجراءات اللي تراوها صالحه في اطار هذاك المبادئ العامه هذيك. انا اعطيك معلومه وانه اليوم عندنا مجلس جهوي فيه الساده رؤساء البلديات وفيه اعضاء مجلس النواب والمديرين الجهويين، قصد وقللنا عملناه مضيق ما عملناش موسع، ما تعرف نحن نقصوا اكثر ما يمكن باش نتخذوا قرارات مشتركه ما بين كافه البلديات في ولايه تونس. أوكي. هذايا معناها باش يخص هذا السيد الوالي مع عدد الخروقات اللي تم تسجيلها حتى اليوم، احنا نصوروا نهار الاربعاء، دونك حتى نهار الاربعاء شنو هي عدد الخروقات؟ قداش من قهوه ما احترمتش؟ شنو هي العقوبات؟ المطاعم كيف كيف، وخاصه انه نهار الثلاث رينا اون ديريكت معناتها في قناه الحوار التونسي معناتها اي ريستورون قاعد تعدى هو يخدم على روحه معناتها الفيديو معناتها فوالا قاعد يشوف مع البلديه معناتها خلينا نكملوا ساعه بالتام بالتام، دونك فوالا معناتها اللي قاعدين نشوفوا معناتها السيد يحل ويعمل في عجه سبعه نتاع العشيه ويخدم. شوف نحن بطبيعه الحال نبدا من الساعه الرابعه تم في رق تاع مراقبه تخرج المصالح الامنيه، نحب المناسبه نشكرهم مع الشرطه البلديه الشرطه البيئيه، يخرجوا يتفقدوا مدى الانضباط ومدى تطبيق القرار هذا. المخالفين ايش يصير؟ اولا مباشره تصير عمليه الحجز والغلق للمحل ويقع اصدار قرار غلق. انا خذيت البادره واني قمت بغلق مقاهي ومطاعم اللي ما التزمتش لمده شهر ويمكن شويه شهر شويه مده سمع. شهر ويمكن انه يقع معناها تجديد العقوبه في صوره العود. خذينا تقول لي على مستوى ولايه تونس لحد تاريخ اليوم عندنا 9 قرارات غلق لمقاهي وزوز قرارات غلق لمطاعم مصنفه. باه بالنسبه للفيديو اللي بعدها كانت خرجت برشا معناتها سهريه في القائله، كان هذا للاسف حصل معناتها الجمعه اللي فاتت، دونك الفيديو قاعد وهذا من بين اسكو علمتوه السيد مول المحل هذا معناتها؟ لا ها باش نقول لك تبدو واضحين، هي صارت في النهار هي معناتها في النهار والهدف ما يتجمعوش عباد، لكن ها باش نقول لك نحن بنينا العقوبه نتاعنا، بنينا العقوبه نتاعنا اعطيناها عقوبه لمده شهر غلق لمده شهر، مش لازم نذكر الاسم ولكن يعرفوا الناس كل يعرفوه ولا معناتها الارتيكل. صدرت عقوبه تغلق لمده شهر على شنو السبب؟ عدم احترام طاقه الاستيعاب. خاطر هما عندهم شوف بالقانون عندهم طاقه استيعاب، ما تحترمش طاقه الاستيعاب زاد كيف كيف فيها مخالفه وفيها عقوبه. المشكله هي مشكله وعي جوستومون، كيف السيد واعي زاد سامع المرضى دائما مش يتلموا في عباد ما تعرفش يلم في والله وحلال زاد العباد اللي غادي حقك تحطهم شهرين ولا ثلاثة شهور خاطر ما فهمنا لا وعي لا شيء. شوف نبدا نوضحوا حاجه، ثم اللي من مشمولات الولايات مشمولات النيابه ولا اسكو الاسواق زاد باش تشوفوا تصاور الاسواق الاسبوعيه اللي ناها معبيه زاد الجمعه هذايا للاسف الاسواق الاسبوعيه وخاصه المنصف بي معناتها تشوفوا هذه الصور من الاسواق الاسبوعيه والمنصف بين نهار الاحد معناتها هذول خذيتوا فيهم قرار بغلقهم زاد كيف كيف الى ان ياتي ما يخالف ذلك. هذوما يرجعوا بالنظر لبلديه تونس، بلديه تونس عملت مجلس استثنائي نهار الاثنين وتم اتخاذ قرار بغلق جميع الاسواق الاسبوعيه. وحتى حديقه الفداء. بوا جوستومون بالفداء رينا معناتها ما مشكله فيش، راه فما عباد ما تعرفش جايه سلاعه.
فوالا جايه سلاعه ديما فيها معناتها جايه سلاعه ونقول لك الصغار في الدار ولا خلينا نهزهم يتفرهدوا شويه باش نهزهم بالفيديو بالعكس معناتها لهنا احنا يزلنا كميديا يزلنا نوعي والعباد راهو باش نهزهم يتفرهدوا هي مجال مفتوح للعدوى اكثر بالفيديو تسكر زاده كيف 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 تسكر بالفيديو جوست حاجه جوست حاجه مهمه زاده اوكي سكر بالفيديو سكر الاسواق الاسبوعيه زاده لي بارون مش معقول تخلي ولادكم صغار في الشارع يلعبوا ويتبلحط في الشارع وانت ترشخ في الوبال في الباركور وتطيب في العوله راهو فما جاهل كبير برشا تو بارح تعديت ها هوني خويا في المرسى وفي العوينه خليني نسمي صغار تلعب في الشارع ومس كهرباء ويمسوا في بعضهم زاد شنو باش يعمل والدي وشنو باش يعمل زاد مسؤوليه زاد من لي بارون بربي شدوا ولادكم في الدار شدوا ولادكم في الدار.